واللي احنا طلعنا بخاطرنا. حسيت واحد بيطلع بخاطره دشر اراضي دشر داره وبيطلع. لا والله من بين رجلي انا مركت الرصاصه وانا امشي. والله والله مركوا شباب زي البنت الغاويه شعارهم ميتين مقتلين مركوا عن بلدنا. وش بدك كل شيء ممكن تحكي لي شو عن حياتك هون في المخيم؟ عايش في مخيم قلنديا. هي حلوة الحياة، صحباتنا، جيراننا، بنات عمنا. مرة أجوا الجيش على المدرسة وخفنا، والمعلمات يعني خبونا تحت الدراج بلاش يعني حد ينصاب، وصاروا يعني يعطوا مسيل دموع. بكيت أشوف على التلفزيون يعني الجيش قاعد يضرب في الولاد، عطوهم يجروهم على الأرض، عطوهم في السيارات مع ضرب يضربوهم يدخوهم. يعني أول ما بخطر عبالي بخطر عبالي أهلهم، شو إحساس الأم تبعتهم. يعني كل شيء ناقص. هات لك كمان حبة صغيرة. مش قاعدين بأرضنا، مش قاعدين ببلدنا. طيرت البطاطا. فيش حرية، مخنوقين مضغوطين. واحد لما يرجع على بلده يكون عندها مفتوحة الأراضي والله. الجدار بعدين شو الجدار خنقنا. كانت الحياة بديهية، كانت الناس عايشة على الحياة القديمة البديهية، يعني عايشين في بيوتهم وفي أرضهم. عايشين يعني بهدوء، عايشين بأمان. يعني قبل 60 سنة بنحس في ألم، لحد الآن الجرح تبعنا مفتوح. انت تعبك وسنين واحلامك تفوت مستوطنه هي واولادها على بيتك، وانت واولادك بالرصيف محطوط. انت خايفه؟ مش انا معك، تخافيش وانا معك. تعالي. يعني كان اعتداء على ناس، اليهود طلعوهم من بيوتهم وبلدهم وارضهم واحتلوها بالقوه. لحد الآن متألمين من النكبة هذه.